اللي قرأه الكثير والكثير في العالم وترجم إلى أكثر من 20 لغة. فعنوان برنامجه مع الدكتور عايض القرني كل يوم اثنين لا تحزن. وشكرا للدكتور عايض القرني بأنه كتب لنا شارة البرنامج وأنشدها وأداها دحام الضحيك وهندسة صوتية لفارس السيد. أنا أتمنى من مهندس الصوت أنه يسمعناها بروية وهدوء مدتها دقيقة ونص، فعطناها يا منيب، خلي الشباب يستمتعون بكلمات أبو عبد الله وبأداء دحام. سمعنا يا منيب دحام؟ دحام اللي هذا عيسى أجدت والله. يا جميل الروح يا صاحب القلب السليم، بالله لا تحزن ترى الحزن نار موقده، كيف تحزن وانت مؤمن على نهج قويم، نشكر الله عزنا بالكتاب ونحمده. ابشر ان فيك فضل رحمن رحيم، ما الرضي باحكام ربه ترى الله يسعده، صل فرضك وارض ربك ترى ربك كريم، كل خير باذن ربي يجيك بموعده، والتفاؤل والامل بارق في وجه غيم، وابن حنبل جاء حديث الفرج في مسنده. يا جميل الروح يا صاحب القلب السليم، بالله لا تحزن ترى الحزن نار موقده، كيف تحزن وانت مؤمن على نهج قويم، نشكر الله عزنا بالكتاب ونحمده. يا جميل الروح يا صاحب القلب السليم، بالله لا تحزن ترى الحزن نار موقده، كيف تحزن وانت مؤمن على نهج قويم، نشكر الله عزنا بالكتاب ونحمده. ابشر ان فيك فضل رحمن رحيم، ما الرضي باحكام ربه ترى الله يسعده، صل فرضك وارض ربك ترى ربك كريم، كل خير باذن ربي يجيك بموعده، والتفاؤل والامل بارق في وجه غيم، وابن حنبل جاء حديث الفرج في مسنده. يا جميل الروح يا صاحب القلب السليم، بالله لا تحزن ترى الحزن نار موقده، كيف تحزن وانت مؤمن على نهج قويم، نشكر الله عزنا بالكتاب ونحمده. يا جميل الروح يا صاحب القلب السليم، بالله لا تحزن ترى الحزن نار موقده، كيف تحزن وانت مؤمن على نهج قويم، نشكر الله عزنا بالكتاب ونحمده بالكتاب ونحمده. تحية لدكتور عايض والدحام الضحيك ولفارس السيد. شكرا الله يبارك فيك. دكتور عايض، ألفت هالكلمات عن هالبرنامج. بعد ابو معروض يا شيخ. تفضل. تعليقك على اداء دحام احد المتسابقين المذيعين.